السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل ريفيو سريع وشامل عن مروحة التبريد جيجا ماكس اس 18 بلس. زي ما احنا شايفين في الصور هنا ان المروحة مزودة بشاشة ديجيتال وثلاث زراير، زر التحكم في السرعة انك تزود، وزر تاني انك تقلل في السرعة، تمام، وزر اوف اون، تمام. وفي كمان في المروحة 5 مستويات، تمام، وفي 2 USB، تمام. وممكن برضو انك تركبها على بلاي ستيشن 4 او بلاي ستيشن 3، تمام. تعال نشوف محتويات المروحة مع بعض، تمام. ادي المروحة كده ملفوفة في كيس كده، جميل. وده الكيبل اليو اس بي اللي احنا هنشغل عليه. تمام، دي القاعدة بتاع المروحة، تتفتح، ادي المستويات، الحديدة دي اللي هي المسند بتاعها، تبقى بالشكل ده كده. المستوى التاني اهو، والمستوى الاخير اهو، تمام. ده المسند بتاعها، تمام. هنقوم احنا هنا فكين اليو اس بي، بنركبه في اي مدخل من ورا، تمام. وبعد كده عندنا اللابتوب، بنركبه هنا كده، وندوس اون، هنلاقي المروحة اشتغلت. انا مش عارف الاضاءة بتاع المروح باينة ولا لا، بس هنا في الشاشة هنلاقي كذا مستوى، تمام. كده السرعة الأولى، حتى بتنخفض الإضاءة بتاع المروحة معاها. السرعة التانية، تالتة، رابعة، خمسة، ستة، كده المروحة فيها 6 سرعات. حتى لو ناخد بالنا من الصوت إن هو عالي من زي الأول، تمام. تركب على القعدة كده. طب انت بتعمل شغل تقيل على اللابتوب، فانت محتاج تبريد دي عشان البروسيسور بيسخن درجة حرارة عالية. وده كان ريفيو سريع للمروحة وكل حاجة شاملة عنها. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك على الفيديو. شكرا جزيلا.